اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المظلومين المضطهدين. السلام عليك وعلى بضعتك فاطمة. السلام على من كسرت أضلاعها وأسقط جنينها ولطمت عينها. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سيرا حقد أهله للدار لينالوا من صفوة الأطهار. كل فرد أتى بشعلة نار. يحرقون الدار على الزهرة مثل فاطمة، يحرق دارها تحرق دارها. كل فرد أتى بشعلة نار هي قربانه لورد النار. والذي يتبع الضغائن دهرا لا يبالي بغضبة الجبار. أحرق الباب والبتولة تشكو، حالها للإله والكرار. من خلف الباب تنادي: أينك يا علي؟ وينك يا علي؟ شو تقول إليه؟ أولست الثأر المطالب مني فأجرني من سطوة الفجار.
قبل أن تكمل الحديث أتتها عشار بالزهرة أتتها يا لسعة الصوت فانثنت للجدار اسمعها شو تسوي ورا الباب الزهرة قال تمسك الخنصر المصاب لأن الزهرة ألموا أناملها بضرب السياط يا مؤمن تمسك الخنصر المصاب وتدعو فضة أحضري إلي خماري وإذا الباب قد أزيح بعنف فأصيبت أضلاعها بانكساري وقفت والوقوف دون رضاها واقفة ورا الباب الزهرة ليش ما تحركتين مولاتي قال أكو مصيبة خلت الزهرة واقفة ورا الباب وعصراها بينه وبين الجدار اسمح لي على التفصيل واسمع شو يقول الشاعر يقول وقفت والوقوف دون رضاها أين تمضي من قبضة المسمار وتلوى صوت البغي عليها وتلوى صوت البغي عليها لا لشيء سوى ورود النار سيدتي كيف أنت بعد هذا الهجوم وين نعرف أخبار الزهرة؟ قال نعرفها من عند زينب أم المصائب لأن آخر وداع آخر ليلة رأس الزهراء كان بحجر زينب بأبي وأمي دموع زينب نازلة على وجه أمها الزهراء فتحت عيونها بني زينب عندي وصايا أبغي أوصيك بنيتي زينب قالت بلى أمي أنا بعد عندي كم سؤال إليك يا زهرة اسمع وداع زينب مع الزهرة خلينا نبدأ بالوداع شو تقول إلها يوم زينب أنا زينب ظنوة حذر الكرار جيت أشمد الأطماء واحضن بضعة المختار أشوفت وجهك الطاهر روحش كثر والهانة وخاف أنظر لعيونك وأشوف العين عميانة ما تتحمل زينب طمنيني عن أحوالك ولا تخليني حيرانة مسحي بجفك قلبي وخبريني يما الصار أني بالحجرة كنت أسمع صوت أسياط تتلوى كأني سمعتك تصيحين جنيني طاح بالقوة لف يبكي وينادي حسين يا زينب أمنا في غشوة قومي بعجل اذركها أجيبي وياك له خمة إيه مأجور سوت زينب قالت أني شلت خماري عن راسي
وطلعت اتبع اخوي حسين وشفت المرتضى ينحب انا شبيدي على الضلعين وبس ما لمحني امشي بلقنا ارتفع لونين ونادى حطي قناعيج ولا تزيدين قلبينا وفاطمة وسيدتا التفتت إلى زينب بني ضعي رأسك على صدري مسحت على رأس بنيتها زينب قلها يا بنتي والله مشتاقة أضمك يا بعد عمري لكن العدو الملعون بالعصر هشام صدري عذري ما مثل قبالك يا بنتي طالع وعذري من المسمار ما اقدر اسولف لك من المسمار ولكن الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون طيب هذا المجلس المبارك بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على ارحمنا بمحمد ألعن ما يمكن أن يتعرض إليه الإنسان الإرهاب الفكري والإرهاب الفكري أخطر من الإرهاب المادي أو اللي نسميه بين قوسين الإرهاب الجسدي الإرهاب الجسدي هذا الذي يمس الأبدان يعني يمكن الإنسان يموت تتقطع أوصاله يذهب عن هذه الدنيا لكن مو بخطورة الإرهاب الفكري يعني أنت شايف الآن إحنا لما نفتح قنوات التلفزة قنوات الإخبارية يوم اللي ما نسمع عن تفجير من العراق نستغرب نقول شو القضية كل يوم مساكين عندهم أرواح تزهق 10 20 150 يكثر العدد يقل العدد بحجم العمل الإجرامي العمل الإرهابي الذي استهدف الأبدان لكن أسألكم بالله أسمعتم في يوم من الأيام أن زوار الأضرحة التي تستهدف كل يوم خفوا أو قلوا أو ها خلاص ما قاموا يروحون إلى زيارة الإمام الحسين وإلى بقية الأضرحة لا والله تزداد الأعداد يوم بعد يوم لأن العقيدة راسخة لأن العقيدة موجودة لم تمس العقيدة ليش أقول لك الإرهاب الفكري أخطر من الإرهاب الجسدي لأن الإرهاب الفكري هذا يمحو عقيدة جيل بأكمله أجيال بأكملها تفقد عقيدتها والإنسان يا مؤمن ويا مؤمنة قيمته بعقيدته متى ما نزع عباءة العقيدة رماها هذا إلى مزبلة التاريخ وشفنا نماذج كثيرة ترى يعني في ناس عليهم سيماء المؤمنين سيماء المؤمنين تشوف يعني هذا يفضل يخدع الناس دهرا طويلا ردحا طويلا من الزمن لكن يخدع الله تبارك وتعالى لا والله نهاية أنه يذهب إلى مزبلة التاريخ ولذلك أنت تمر على قبور تستوقفك هذه القبور توقف تقول الله يرحم فلان فلان إلى مبادئ
فلان إلى آثار فلان إلى بصماته العقائدية الفكرية أسهم في المجتمع، وتمر على قبور حتى ما توقف، ربما بعض ما يشتمهم بعض ويمشي عن ذلك القبر. ليش؟ لأن هذا باع معتقده، باع بالرخيص، باع بالدنيا. صدقني يا مؤمن أننا اليوم نعيش حربا على المعتقد، على معتقدنا وتمسكنا بأهل البيت تبرأ منه حتى عصور الرجعية، ماكو مثل مثيل في هذه الأيام. حتى في عصور الرجعية ما كان بهذه الوحشية، هجمة شرسة جدا على المعتقد. الآن احنا نقرأ في قصة فرعون لعنه الله. فرعون لما جاءه موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام برسالة من السماء، برسالة السماء جاب إلى الرسالة وطرح فكرة موسى وطرح معتقده أمام فرعون. التفت فرعون إلى حاشيته والقرآن الكريم يتحدث عن ذلك، تعالوا هذا موسى أنا شو أسوي فيه، جايب فكر جديد، جايب معتقد، جايب رسالة سماوية، يقول من السماء شو سوى فيه؟ شو يقول القرآن الكريم؟ ارجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يعني خلينا نجلس وياه، خلينا نشوف معتقد هناك مدد من السماء إلى هذا الرجل لو لا. وبالفعل مو تقول لي موسى شوية عصر بعيد، عصر شوية أقرب إلينا. هذا هشام ابن عبد الملك لعنه الله، طاغية من طغاة العصر معروف. هشام ابن عبد الملك ابن عبد الملك في يوم من الأيام أصدر أوامر بإعدام شاعر العقيدة، شاعر أهل البيت الكوميت الأسدي، يقتل خلاص ويعلق جسده على بوابة الكوفة. بالفعل إجوا الجلاوزة إلى الكوميت الأسدي في دار بالكوفة، أخرجوه من الدار، أخرجوا عائلته وهدموا الدار، هدموا الدار. ترى فيهم عقدة، هم مشكلة القضية، قوم أبناء القوم فيهم عقدة، يهدمون الدور، يحرقون الدور، عقدة فيهم كلهم. الآن حتى هذا عبد الله ابن الزبير يوم من الأيام في مجلس من المجالس، حتى بنرجع إلى القضية، جالس بمجالس مع واحد من أولاده، جالس وإذا واحد في المجلس يقول له تعال أبوك الآن بحارب الفكر الأموي، يقول عبد الله ابن الزبير ما لنا نراه قد أراد أن يحرق بني هاشم في شعب أبي طالب، جمعهم كلهم وبغى يحرقهم، انفعل ولده. قال أو نحن أول من بدأنا حرق الأب، حرق الناس، مو أول ناس إحنا، ترى أكو سنة مشينا عليها. مشكلة القضية على أي حال، أخذوا الكوميت الأسدي طلعوه وزجوه في الزنزانة في نفس الليلة، لأنه بيعدم في الصباح. إجت زوجة الكوميت الأسدي زائرة لزوجها، قالت أبغي ألقي على زوجي نظرة الوداع، هو ميت ميت. أدخلوها على زوجها، لما أدخلوها على زوجها تقول الرواية 15 دقائق وإذا بواحدة لابسة عبايتها وماشية في الطريق ورايحة، أغلقوا الزنزانة. إجوا في الصباح فتحوها، وإلا في السجن مو الكوميت، زوجة الكوميت الأسدي هربت زوجها. الرواية تقول بهاي الطريقة، نقرأها بالتاريخ. الآن تحيروا شو نسوي، بعثوا رسالة إلى هشام، هذه امرأة هل نقتلها مكانها، نعدمها، نعذبها، نسجنها، شو نسوي فيها؟ أرسل إليهم رسالة عاجلة بالبريد العاجل، جت إليهم الرسالة فتحوها، اسمع هذا هشام ابن عبد الملك الطاغية، حرة أبية أطلقوا سراحها، افتدت زوجها بنفسها، وابحثوا عن الكوميت مرة أخرى، هدوها. شايف الآن انتهى الفصحى من شوية الحرية في المعتقد، ما أدري شلون هدوها. لا لا ما نشوفها، أكو حرب شرسة. اخذ لك اليوم لفة على القنوات الفضائية، قنوات هذول شايفينهم كثيرين قنواتهم، حرب شعواء، ظرف في المعتقد. مشكلة القضية، ما تبغون نصرح بعقيدتنا؟ أنا ملتزم بالنبي صلى الله عليه وآله، بيعته في عنقي، أحاديثه في عنقي، والنبي صلى الله عليه وآله يقول افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، فرقة ناجية، وكل البقية في نار جهنم. وكل فرقة ترى من الفراق إلها معتقد،
وإلها أدلتها ها اللي تعتمد عليها، وإحنا كذلك لنا أدلتنا ولنا أحاديثنا التي نستند عليها في محبتنا وفي معتقدنا. ما تبغالنا نقول الزهراء كسر وضلوحها، ما تبغالنا نقول الزهراء مظلومة، ما تبغى ليش خايف على مشاعر الآخرين؟ هذه الحقيقة التاريخية المؤلمة. ليش القضية المؤرخ لما يأتي إلى ذكر الزهراء تشوفه مرتبك؟ ليش يعني؟ لأنه يعرف أكو قضية مؤلمة. لو نبشوا عن القضية المؤلمة تطلع فضايح. ولو نشاء لأريناكهم. مشكلة القضية. هاي الأمة التي تنكرت لمضامين القرآن الكريم فعلت ما فعلته بعترة الرسالة بأهل البيت. الله يقول إلهم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ القرآن الكريم يبغي أدب الناس على حسن الخلق، ومن مصاديق حسن الخلق أن الإنسان يرد الإحسان بإحسان مثله أو أحسن منه. وإذا حييتم بتحية فحيوا أو ردوها على أقل تقدير. لكن تعال شوف الأمة، أي الأمة التي تنكرت لمضامين القرآن الكريم. النبي لما يرتحل الرفيق الأعلى على فراش المنيع، وإذا بواحد واقف إزاء رأس النبي يقول كفانا كتاب الله. ليش؟ النبي بيعطيكم ضمان، يقول اتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. الإنسان ممكن يصيبه، الله إن شاء الله يبعد عنكم كل سوء، يصيبه مرض الإنسان، أنت ما شايف تروح إلى شركات التأمين، شركات التأمين شو يسوي؟ يأمن على السيارة، يأمن على البيت، يأمن على الصحة، يأمن مدر على الحياة، يأمن على كل شيء، أنت تدفع فلوس، وهذا كلها أشياء ثانوية، لأنك أنت تقرأ بالدعاء اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، والنبي يقول بوقع إليكم على صك من السماء بعدم الضلال، وإذا بالرجل يقول إن النبي ليهجر. الله أكبر، هذا جزاء النبي، هذا جزاء النبي بعدما فعله لأمة الإسلام. الزهراء عليها السلام تقول تعالوا أنتم يلي تنكرتم إلى مضامين القرآن الكريم، كيف كنتم وماذا أصبحتم بفضل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إيش كنتم أنتم يعني؟ تقول كنتم تأكلون القط. شنو القتل اللي يأكلون العرب؟ تعرف شنو؟ وبر الإبل يأخذونه يمزجونه بدماء الذبيحة ويشونه ويأكلونه، هذا أكلكم تقول لهم الزهراء. وتشربون الطرق، الطرق الماء الآسن اللي ما إلى مجرى، ماء واقف مكانه، أجلكم الله توسخ فيه الحيوانات تحول لونه إلى اللون الأصفر وله رائحة نتنة، تشرب منه الحيوانات والعرب يروحون يشربون وياهم. يقول هذا أكلكم وهذا شربكم. يتخطفكم الناس عن يمينكم وعن شمالكم لا قرار لكم، فأنقذكم الله بأبي محمد. الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله يريد يأدب الناس، يعطيهم قرآن، مضامين قرآنية وأيضا تطبيق عملي ترى على أرض الواقع. الله لما يخاطب النبي ووجدك عائلا فأغنى، أغنى النبي بماذا يا مؤمن؟ أغناه بخديجة، بمال خديجة التي أنفقت كل مالها من أجل الإسلام، من أجل الرسالة في عين الله تبارك وتعالى، وعطت النبي مالها ترى دون شرط أو قيد، المال مالك. شو هالجود والعظمة اللي عند خديجة صلوات الله عليها، شو هالعظمة، شو هالإيمان. وأمير المؤمنين عليه السلام يقول الجود ما كان ابتداء، وأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. اللي يعطيك يعطيك بهالطريقة، يمكن تروح إلى واحد يعطيك ترى مبلغ لكن تعال يشتري ماء وجهك، تعال أنت طولك وعرضك ما أدري شلون، ومو مستحي من الله، مستحي من الناس أن يقولون ما عطينا فلان، ويلا بعد يعطيه. يقول أمير المؤمنين هذا الجود، الجود ما كان ابتداء. فلما أن وقعت عي أموال خديجة في عين الله نزل الجزاء الإلهي، والله مو مثلي وأمثالي، لا يعطي بلا حدود. أنت لما تنفق ذرهم يعطيك أثر في الدنيا، وأما الأثر الأخروي ترى ما نعرف إيش قد، لأن الله أكرم الأكرمين، ما نعرف حدود الأجر بالآخرة.
نزل الجزاء الإلهي إلى خديجة على مستويين، مستوى معنوي ومستوى مادي. المستوى المعنوي الله يبغي الأمة تعرف خديجة من هي خديجة، يراويهم عظمة هالمرأة اللي احنا اليوم حتى في كتب أولادنا ما يدرسونها خديجة، ما يجيبون تاريخ. ليش؟ لأنها أم الزهرة. بس خلاص انتهى الموضوع، خلي نقطة على الموضوع خلاص. مغريب غريب أمر الأمة، والله غريب. أكو واحد يطلع لك على فضائية من فضائيات النواصب، شي يقول؟ يقول شتان بين امرأتين، واحدة خرجت من أجل إصلاح أمة، وواحدة خرجت من أجل أن تطالب بعقار. مشكلة. المستوى المعنوي، خديجة تحتضر على فراشها في شعب أبي طالب، وإذا بالأمين جبرائيل ينزل على النبي: يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام، يخصك بالتحية والإكرام، ويبلغ سلاما خاصا إلى خديجة. جاءها السلام من السلام. بعد: وإن لها بيتا في الجنة جزاء ما أنفقته في سبيلنا، وهذا كفنها من الجنة. هذا على المستوى المعنوي. على المستوى المادي بعد نزل جزاء إلى خديجة لما نزلت الآية المباركة: وآت ذا القربى حقا. النبي توقف عند الآية، انتظر الوحي الإلهي، انتظر التفسير، انتظر التحليل. القرآن الكريم يا مؤمن، القرآن الكريم هو عبارة عن قوانين بحاجة إلى تفسير. الآن مثل الموجود عندنا، القانون لما يطلع في أي دولة يطلع شلون؟ يطلع من البرلمان الرئيسي. معظمكم مشتغلين بالإدارة وتعرفون البرلمان يصدر إلى وريقة قانون ربما من 5 بنود، تنزل في الجريدة الرسمية، الدوائر المعنية ما تنفذها، تنتظر شيء آخر، تنتظر فقهاء القانون يصدرون مذكرة تفصيلية أو مذكرة شرح يسموها. القانون ورقة، المذكرة التفصيلية يمكن 100 ورقة. ها؟ ولذلك القرآن الكريم أيضا قوانين بحاجة إلى تحليل، بحاجة إلى تفسير، بحاجة إلى شرح. أنت لما تقرأ بالقرآن أقيم الصلاة تسأل: إلهي كيف أصلي؟ يقول لك روح إلى النبي صلى الله عليه وآله، شوف أحاديثه، شوف أفعاله، شوف كل، ارجع إلى النبي. مذكرة تفصيلية عند نبيكم. ولله على الناس حج البيت، إلهي كيف أحج؟ وش المناسك؟ يقول لك روح إلى النبي، شوف عند التحليل والتفسير والشرح عند النبي. ولذلك احنا نحمل المسؤولية، كل المسؤولية، لمن وقف إزاء النبي وقال: كفانا كتاب الله، لأنها منعوا تدوين الحديث ردحا طويلا من الزمن، ما يبغون أحد يكتب حديثنا من النبي. ليش؟ خايفين أن الناس يعرفون أن القرآن إنما نزل في أهل البيت أو تفسيرا. مش هاي القضية كلها، منعوا تدوين القرآن الحديث النبوي. فنزل جبرائيل: أخي جبرائيل شنو القضية؟ وآت ذا القربى حق. قال: إن الله تعالى يأمرك بأن تعطي فاطمة فدكا لتكون لها ولأولادها من بعدها. الجزاء المادي. وترى هذا دليل على أن النبي لم يكن له ابن إلا الزهراء عليها السلام، ما عنده بنت ثانية. ها؟ المشكلة البعض في عقدة نقص، شنو سووا فيهم؟ ذا النور، النورين وما ادري شو، اقول لك فيهم عقدة نقص. انت تروح تساله: تعال حبيبي من هو والدك؟ انت من اي عائله؟ يقول لك انا ما اخذ بيت فلان. ليش ما تجاوب؟ قال لك انا ما اخذ بيت فلان. هذا من نورين، ما عنده الا نور واحد، النبي صلى الله عليه واله، وهي الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام. وما سمعنا ان واحده ثانيه طالبت بفدك وبحقها بعد النبي الا الزهراء. ليش ما طالبوا بناته اذا هن بناته؟ ما يصير. والقضية لو قضية فدك، تعال الآن إحنا أكثر من 1400 سنة، فدك تحدث عنها الخطباء كثيرا، أكثر من 1400 سنة إحنا نصدح بملء حناجرنا يا لثارات الزهرة. ليش؟ البعض يتعجب يقول: إيش فيكم أنتم يا أتباع أهل البيت؟ على بضع نخيلات كل سنة مسوين إلينا أزمة. لا، مو على بضع نخيلات، لو على نخيل حاوطنا لنا زراعة وانتهى الموضوع. لا، مو على نخيل يا حبيبي، كان أهل البيت قبلوا بالتعويض، مو نخيل ولا بضع نخيلات. الزهراء عندما طالبت بفدك كانت تريد أن تثبت للأمة بأنها الوريث الشرعي بعد النبي صلى الله عليه وآله. وإذا أثبتت أنها الوريث الشرعي وأن هذا حق، وأن هذا حقها الإلهي، راح تنتقل إلى مطالبات أكثر. لكن إذا حقها المشروع
فدك هاي الشيء البسيط ما أعطوا إلى الزهرة، تبون يعترفون إلى أولادها وإلى بعلها بخلافة أبدا. لذلك الأمة بعد ردتها، شوف لما يردون شهادة الزهرة وعلي والحسن والحسين، خل أم أيمن قالوا عنها أعجمية لا تفقه ما تقول، والنبي يقول هي من نساء أهل الجنة. ما أدري هم يكذبون النبي صلى الله عليه وآله، هذا تكذيب إلى النبي وتكذيب لله تبارك وتعالى. لما يريدون شهادة أهل البيت، اعلم بأنهم يريدون أن يبينوا للأمة بأن ترى هؤلاء لا عندهم عصمة ولا شيء، أك الزهراء جت تطالب بحق ليس لها وهو فداك. هذا خطورة الموضوع، لأن الله باهل بهم نصارى نجران وأثبت عصمتهم في القرآن الكريم. ويجونك الأمة، ولذلك الزهراء بأبي وأمي ماتت مقهورة، أنت ما تقرأ بالحديث، ماتت واجدة، واجدة يعني غضب بحزن. أقصى 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 مراتب الغضب والحزن هو الواجد. ماتت مقهورة الزهراء بأبي وأمي، رجعت على فراش المنية ما تنقلب جنب عن جنب. وأكو أحاديث كثيرة في الزهراء وموجودة، كتبنا مليئة بالأحاديث، لكن صدقني أكو حديث واحد لو ناخذه فقط هو يكفينا في فضل فاطمة. لأن احنا نقول من فمك أدينك. الذهبي تلميذ ابن تيمية، والذهبي معروف بتوجهاته أنه يحاول أن يسقط كل حديث يرد في فضل أهل البيت، لكن يجي ويثبت حديث يوقف مذهول، يقول حديث صحيح ما أقدر أقول عنه شيء. تعرف أي حديث؟ فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. الله أكبر. أي نازلة نزلت على الدنيا إذا الزهراء ماتت واجدة يعني غاضبة حزينة؟ شل زلزل عظيمة في هذه الدنيا. بضعة المصطفى تعامل بهذه الطريقة. يا الله، الإمام الحسن عليه السلام يقول أمي الزهراء، هذه في آخر أيامها قبل الاحتضار بأبي وأمي، يقول أمي الزهراء كانت إذا أرادت أن تمشي تضع يدا على ضلعها ويدا على عينها، وإذا قامت تنادي آه ضلعي سووا فيك سيدتي، جسدها منحول. تقول الرواية أمير المؤمنين لما حطها على المقتسل جلد على عظم، تقول الرواية منحولة معذبة بأبي وأمي بضرب السياط. ولذلك الزهراء أرادت أن تبين إلى الأمة شقد هي غضبانة، شقد متأذية. تعال اقرأ وصيتها إلى أمير المؤمنين بتعرف الأذى الذي في قلب الزهراء. تقول لي يا علي، وعلي في هذه الليلة تراها الله يساعد قلبه، أيتام يتصارخون من حوله، زينب من صوت يسكت الحسن يبكي الحسين، يسكت الحسين، وإذا زينب تون في محراب أمها شي يسوي أمير المؤمنين؟ يتذكر وصيتها الزهراء، واللي يفقد زوجة مثل الزهراء هذا بعد في حياته إلها قيمة، ما إلها قيمة حياته في ريعان شبابها. شوف وصيتها اللي تبين أذى الزهراء عليها السلام. يا علي ما علمتني كاذبة حاشاك، ولا خائنة، ولا خالفت لك أمرا مذ عاشرتني. ش عندك يا أم الحسن؟ قالت يا علي إذا أنا مت فغسلني من وراء ثيابي، لا تشيل أثوابي عني يا علي. ليش حبيبي؟ هل المسألة شرعية يعني؟ لا مو شرعية المسألة. علي زوجها ولا يلي أمر المعصوم إلا المعصوم. قالت أخاف على أمير المؤمنين إذا شال أثوابي يشوف السياط اللي خلت لها امتون الزهراء متورمة. ايش حالة علي لو شاف امتونها مسودة، والمسمار اللي هشم صدر الزهراء
وش بيد أمير المؤمن؟ ما إلى ذنب، تعرف ما إلى ذنب. قيدته وصية من أخيه، حملته ما ليس بالمقدور. شو يسوي أمير المؤمنين؟ شبيده يا علي وشيعني في ظلام الليل، ولا يمشي من خلف نعشي من ظلمني. يا علي وعفي أثر قبري، ما تخلي أثر إلى قبري حتى يوقفون عليه ليجون، ما أبغي أحد منهم. الله أكبر، شقد ظلموا فاطمة. لكن سيدتي مولاتي، هؤلاء ظلموك، عصروك بين الباب والجدار، ألموك، أسقطوا جنينك على الأعتاب، ما تبغينهم يعرفون قبرك. هذول المحبين وين يروحون بالمدينة؟ وين يزورون؟ وين يزورون؟ شوف المحب متحير، يوقف على سور البقيع تارة، ينظر إلى قبر النبي تارة أخرى، وين قبر سيدتي ومولاتي؟ شو يقول المحب؟ يقول وين القبر يا بضعة المختار، وين ودنا نزورك، ضاقت الدنيا علينا. يا علي يا علي يا علي، رحنا البقيع نزور يا صفوة المعبود، ما شفنا باسمك قبر، يم حسيني موجود. لا وش قبرك دون كل الناس مفقود، ردي على نجواب يا بضعة نبينا. ها أنا أقرأ على لسانك مأجور، هنيا لك بهالجلوس بهالمأتم على لسانك. ودنا ضريح الطوف حاله، وتبكي الناس إضاهي ضريح حسين ويا البطل عباس، كل من يوصل لبكسير ينكس الراس، ويقبل الأعتاب ويعفر جبين. والله أسف بنت النبي بتربة خفية، وياهي حشاف عيون منها من عمية، وضلوعها يا حيف كسرها دعية. يا ريت قبل الصابها انشلت يمين. وفاطمة إذا أنت تبكي على الزهراء، أقول لك في ظلام الليل أمير المؤمنين يروح على قبر فاطمة. وتصور هذه الليلة لما أظلمت الدنيا، طلع من بيته، ناموا أولاده وطلعوا، وإجا وقعد على قبر فاطمة عند رأس الزهراء، حاط إيد على خده والإيد الثانية يحرك تراب القبر، وتطلع آلام زفرات من قلب أمير المؤمنين، رش القبر بدموعه. يقول زهراء لكل اجتماع من خليل فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على ألا يدوم. هاي حاج الزهراء أمير المؤمنين، شي يقول إلها على قبرها، ويتذكر مصائبها، ويتذكر أيامها ويا فاطمة. الله يساعد إلا فاقد زوجة عاجة. شي يقول أمير المؤمنين؟ أويلي قلها يا زهرة عمري، يم حسين متمرمر تركتيني،
ورحت بعين ملطومة بلطمتها انعمت عيني يا ليت الكشر ظل عينك يا زهرة كشر ظل عيني ولا أتنفس بدنيا ما انتي فيها يا أم حسن متحير شلون أرجع إلى الدار يا زهرة ما أقدر أجلس بالدار أنا شلون أقدر أظل بالدار وأم حسين مو بالدار وتتمنى وشلون أقدر أصد للباب وأشوف الدم على الجدار دمائك يا زهرة وتتمنى العمى عيوني من توقع على مسمار يذوب فادي من أنظار لزينب لو حسن وحسن أيوة مصيبة هومت عينه على القبر نام أمير المؤمنين أعياه البكاء تمدد على قبر الزهراء طول بطول أمير المؤمنين رأى في عالم الرؤيا كأن الزهراء تنادي علي علي قم وارجع إلى الدار فاطمة أولا تأنسين بوجودي عند قبرك ما تحبين وجودي قالت بلى يا علي ولكن استيقظت زينب استيقظت زينب في هذه الليلة وهي تبحث عني وعنك يا علي عمرها 4 سنوات زينب استيقظ أمير المؤمنين أقبل مسرع يطالع من بعيد وإذا يشوف أولاده على باب الدار كل واحد محتضن الثاني رد الحجرة وحسين متخاصر باب الدار من شافه صرخ يا ياب ما شلتون هالمسمار يا كرار يتمنى وبعد نصر وما أقدر أشوف الباب يا حامل حماشيل إجت زينب ويم حسين ظلت تسجب العبرة تقل يا علي يا ياب خلنا نفارق الحجرة هالمسمار ويا الباب شبت موتة الزهراء وحيدر حاضن أولاده وفضة تصيح مذهول يا علي وفضة وحيدر حاضن أولاده وفضة تصيح مذهول اتقل من ايام شفتمنا معصب عيونها بعصاب وشعدها ام حسن وحسين خبرني يا داح الباب قالها امك اللطمات على خدها يا بت الاطياب بالتقسيل هالليله شفتها ودمعي تجار وويله بالتغسيل هالليله شفتها ودمعي تجار زينب عندها سؤال مؤلم واسالك الدعاء واسمح لي على التفصيل على لسان زينب شو تقول الى ابوها تقول له شلون حالتها مفتحة لو مغمض العين شفت عيون أمي الملطومة علي حالتها شلون تقول له شلون حالتها مفتحة لو مغمض العين
كان مفتحه بحمره شفتها يا ضي الكون. قالها عيونه قالها عيونها راحت من اللطمع ما هشين، وانا ما اقدر افصل ليج وقلبي توجر بنار. وعن محسن سلها لماذا سقوطه وما ذنبه حتى يذوق الردى المر. يا الله إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عن كل مكروه، اشفي كل مريض، فك قيد كل أسير. يا الله الإخوة الحاضرون فردا فردا المسببون لهذا الشرف العظيم، احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم ومن تحوطه عنايتهم، ونحن وإياهم. يا الله يا الله إلى موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات أجمعين، لا سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار، بالأخص شهداء البحرين، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.